الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى الخرطوم لمتابعة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة. وقد أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن القمة المصرية السودانية ستتناول العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل. أيضا من المقرر أن تشهد أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين في القمة المصرية السودانية. ستبحث أيضا دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات، وهناك استعدادات الآن لنزول الرئيس عبد الفتاح السيسي من على متن الطائرة. القمة المصرية السودانية اليوم سبقها اجتماعات خلال اليومين الماضيين لكبار المسؤولي في البلدين لبحث التحضير لهذه القمة. كان هناك اجتماع الثلاثاء الماضي، اجتماع تحضيري شارك فيه كبار المسؤولين للاتفاق على كافة التفاصيل فيما يتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة وأيضا المشروعات التي سيتم تنفيذها. كان هناك اجتماع آخر أمس الأربعاء بين وزراء خارجية البلدين للاتفاق أيضا على الملفات التي ستناقشها القمة وسبل تنفيذها وطرحها في أو تنفيذها وطرحها في اجتماع اللجنة العليا بقيادة رئيسي البلدين. جدير بالذكر أنه خلال الاجتماعات التي عقدت في القاهرة في 29 من أغسطس الماضي بحثت اللجنة الوزارية المصرية السودانية الاستعدادات التحضيرية للجنة الرئاسية العليا التي ستعقد اليوم. أيضا ناقش الجانب 20 مشروع للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والزراعة والصحة والنفط والغاز والتعاون الدولي والتجارة والإعلام والهجرة، التعاون القضائي القانوني، تسليم المجرمين، القوى العاملة والاتصالات والشباب والسياحة، التنمية الإدارية تمهيدا للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسية العليا. أيضا ناقش الجانبان في هذه الاجتماع التي عقدت في القاهرة سابقا عددا من المشروعات الاستراتيجية في مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة 300 ميجا وات ومشروع الربط بين السكك الحديدية والذي تجري دراسته حاليا تنفيذا للاتفاق بين رئيسي الدولتين في هذا الشأن. كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين كهيئة وادي النيل للملاحة النهرية والشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي ومشروع اللحوم لاستراتيجية. وكذلك أكد الجانبان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر كممر مائي غاية في الأهمية سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو في أي محافل أخرى. هناك حرص في الحقيقة على تعزيز العلاقات المصرية السودانية وتقوية وتدعيم هذه العلاقات في شتى المجالات. السودان يعتبر الدولة الوحيدة التي لديها
قنصلية في محافظة أسوان، ما يدل على نمو حجم التبادل التجاري. شهدت العلاقات التجارية المصرية السودانية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة أو بمنظمة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا. حجم الميزان التجاري وصل بين البلدين إلى نصف مليار دولار ويميل لصالح مصر. تم التوقيع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره عمر البشير على وثيقة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين في عام 2016. لو تحدثنا عن حجم الاستثمارات السودانية، هناك 97 مليون دولار أمريكي في مصر استثمارات سودانية. أيضا عدد الشركات السودانية المستثمرة في مصر وصل إلى 315 شركة. أيضا حجم الاستثمارات المصرية في السودان 10 مليارات و800 مليون دولار. عدد المشروعات المصرية على الأراضي السودانية وصل إلى 229 مشروعا. أحدث المشروعات المشتركة بالطبع التي تم تدشينها بين البلدين كان في إبريل 2015 ميناء قستل وأشكيت، وهناك العديد كما نعلم من المعابر التي تربط بين مصر والسودان. أيضا بيبلغ طول الطريق الساحلي بين مصر والسودان 280 كيلومترا، وبالتالي يعني العلاقات هي علاقات متميزة بين الدولتين الشقيقتين بالطبع. مصر والسودان هما عمق استراتيجي لبعضهما البعض وأمن قومي في نهاية الأمر، وهناك ملفات مشتركة بين الدولتين يتم العمل بالفعل على التنسيق وتدعيم التعاون بين زعيمي البلدين في هذا الشأن. كما نشاهد في الصورة مشاهدينا الكرام، هناك استعدادات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعني هبوطه من الطائرة، استقبال رسمي في مطار الخرطوم. ولو تحدثنا عن العلاقات المصرية السودانية، هي علاقات تاريخية وعلاقات تمتد في جذور التاريخ، وهناك تأكيد على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وهناك يعني أولوية خاصة للتعاون بين مصر والسودان على كافة المستويات في الحقيقة، سواء على المستوى الشعبي والرسمي. يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا الرئيس السوداني عمر البشير على تعزيز التكامل والشراكة بما يدعم مصالح البلدين المشتركة، خاصة وأن العلاقات المثالية بين الشعبين تفتح كل الأبواب اللازمة لتوثيق التعاون الاقتصادي والتجاري. هناك تنسيق على أعلى المستوى على المستوى السياسي بالطبع، خاصة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه البلدين، وهناك تنسيق على صعيد مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة. وكما نرى الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهبط من الطائرة استعدادا لعقد هذه القمة، والتي من المتوقع أن تكون خلال الساعات القليلة القادمة.
عليكم ورحمة الله. تمام. حرس شرف. يا ده تبتاش. السيد الرئيس. إذن نتابع مشاهدينا الكرام مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، والتي تتناول العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين. سيكون هناك لقاء قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، وأيضا من المقرر أن تشهد أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين. أيضا القمة المصرية السودانية ستبحث دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات. وكما نتابع في هذه الصورة هناك ترحيب بالرئيس السيسي من جانب السفراء الدول في السودان، وهناك مراسم استقبال رسمية، كان هناك استعراض لحرس الشرف أيضا، ومراسم هذه تجري الآن استعدادا لانطلاق فعاليات وأعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة لمناقشة الملفات التي تحدثنا عنها. شرف.
ونحن نعلم بطبع أن هذه الزيارة تأتي في سلسلة زيارات ولقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وناظره السوداني، أيضا لمناقشة الكثير من الملفات والتحديات المشتركة، خاصة في ظل الروابط الممتدة في جذور التاريخ بين البلدين الشقيقين، وفي ظل الشريان الواحد الذي يربط بين البلدين ألا وهو نهر النيل. وهناك يعني استكمال لهذه المراسم تقريبا، ويبدو أنها على وشك الانتهاء من المراسم الرسمية كما نتابع في هذه الصورة حاليا. إذن هي قمة تاريخية جديدة بين رئيسي البلدين لتعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة سواء السياسية والاقتصادية. أيضا هناك مشروعات مشتركة بين البلدين، وهناك حجم التبادل التجاري كما تحدثنا وصل إلى نصف مليار دولار. هناك العديد من المشروعات السودانية الموجودة على الأراضي المصرية، وكذلك أيضا العديد من المشروعات المصرية الموجودة على الأراضي السودانية. وهناك اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تم توقيعها في أكتوبر من عام 2016 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا الرئيس السوداني عمر البشير. كان هناك ارتقاء للجنة العليا المشتركة وجعلها على المستوى الرئاسي بين البلدين لتعزيز التشاور والتنسيق بالطبع في مختلف المجالات. وهناك العديد من الروابط كما نعلم تربط بين الشعبين الشقيقين في مصر والسودان، وهناك تأكيد دائما على هذه الروابط وعمق هذه العلاقات المتميزة في الحقيقة بين القاهرة والخرطوم. وستكون هناك بالطبع المزيد من التغطيات والمتابعات في سياق تغطيتنا ونشرتنا الإخبارية اللاحقة حول أهمية ودلالة هذه الزيارة وأهم الملفات المطروحة وأهمية مذكرات التعاون التي سيتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة والدورة الثانية من اجتماعات اللجنة العليا المصرية على المستوى الرئاسي. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، ومن بعدها ستكون هناك تغطيات متابعة أيضا في بانوراما النيل في 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.